السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 20 من الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 30/12/2021، بداية الجولة 21 يوم السبت القادم 1 يناير 2022. كل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، آخر مباراة اليوم مانشستر يونايتد فاز على بيرنلي 3-1. أحرز هدف مانشستر يونايتد الثلاثة سكوت مكتوماناي في الدقيقة 8، بن مياي هدف في مرمى بيلعب لبرنلي في الدقيقة 27، ودون كريستيانو رونالدو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 35، هدف برنلي جه في الدقيقة 38. متابعينا الكرام، تم تأجيل مباراة ايفرتون أمام نيوكاسل يونايتد. الجولة بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28/12/2021، تم تأجيل مباراة أرسنال أمام ولفرهامبتون. كريستال بالاس فاز على نورتش سيتي 3-0، ساوثهامبتون تعادل أمام توتنهام 1-1، واتفورد خسر من وستهام يونايتد 1-4. تم تأجيل مباراة ليدز يونايتد واستون فيلا. ليستر سيتي فاز على ليفربول 1-0، تشيلسي تعادل امام برايتون 1-1، وبرينتفورد خسر من مانشستر سيتي 0-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة العشرين. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز المركز الاول مانشستر سيتي متصدر ب 50 نقطة، تشيلسي في المركز الثاني ب 42 نقطة، ليفربول المركز الثالث ب 41 نقطة مؤجل له مباراة، أرسنال المركز الرابع ب 35 نقطة ومؤجل له مباراة، وستهام يونايتد المركز الخامس ب 31 نقطة ومؤجل له مباراة، مانشستر يونايتد المركز السادس ب 31 نقطة ومؤجل له مباراتين، توتنهام المركز السابع ب 30 نقطة ومؤجل له ثلاث مباريات، ولفرهامبتون المركز الثامن ب 25 نقطة من 18 مباراة، ليستر سيتي المركز التاسع ب 25 نقطة من 18 مباراة، برايتون المركز العاشر ب 24 نقطة من 18 مباراة، بعد كده كريستال بالاس المركز الحادي عشر ب 23 نقطة، استون فيلا على المركز الثاني عشر ب 22 نقطة، ساوثهامبتون المركز الثالث عشر ب 21 نقطة، برينتفورد المركز الرابع عشر ب 20 نقطة، ايفرتون المركز الخامس عشر ب 19 نقطة، ليدز يونايتد المركز السادس عشر ب 16 نقطة، واتفورد المركز السابع عشر ب 13 نقطة، بيرنلي المركز الثامن عشر ب 11 نقطة، نيوكاسل المركز التاسع عشر ب 11 نقطة، ونورتش سيتي المركز العشرين والاخير ب 10 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الاول ب 15 هدف، المركز الثاني جوتا لاعب ليفربول ايضا ب 10 اهداف، المركز الثالث جيم فارد لاعب ليستر سيتي ب 9 اهداف، والمركز الرابع ادون كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ب 8 اهداف، وايمانويل لاعب واتفورد، وسميث روي لاعب ارسنال، وسون هيونغمين لاعب توتنهام، ورافينها لاعب ليدز يونايتد، المركز الخامس برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ب 7 اهداف، وميكيلا انتونيو لاعب وستهام يونايتد، وماسن ماونت لاعب تشيلسي، وانيال موفي لاعب برايتون، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني لاعب ليفربول. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناع الاهداف في المركز الاول النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صنع 9 اهداف، والمركز الثاني ترينت الكسندر ارنولد لاعب ليفربول ايضا صنع 8 اهداف، المركز الثالث غابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي صنع 7 اهداف، وجاريد بوين لاعب وستهام يونايتد، وبول بوجبا لاعب مانشستر سيتي مانشستر يونايتد عذرا، المركز الرابع روبرتسون لاعب ليفربول صنع 5 اهداف، وايمانويل لاعب واتفورد، وميكيل انتونيو لاعب وستهام، وكوفازيتش لاعب تشيلسي، وماسون ماونت لاعب تشيلسي، وريس جيمس لاعب تشيلسي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تلاقي الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.